هاي زخويا اللي ما هزو حتى واحد في قلبه في هاد الدنيا، زخويا اللي ما هزو حتى واحد في قلبه في هاد الدنيا. عاودوا لي كل شيء، عاودوا لي كل شيء، عاودوا لي اللي تيجي عندهم كيف سيد عندهم، كيف سيد عندهم السبت وكيجي عندهم الحد. ولد عم، ولد خالها، ولد عمتها انا اسمعها على الفراش، اسمعها على الفراش. حمل دابا وثلاثه الوليدات كبيره حملت، الحمد لله الامر لله. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. تلقي اتصال من عند خالد. خالد شاب طموح، داكشي اللي تحمل في الدنيا صعيب. هاد الكريريصه ديالو تيبيع فيها طيب وهاري، العمل عباده وماشي عيب، وكذلك كيسكن في هاد الحانوت هو وولادو. الاشكال ديالو سببه الزوجه، غيرت لي الحياه لما هو اسوأ. تبعوا معايا مشاهدينا الكرام، هاد الكراج كيعيش فيه هو وليداتو، داير لهم هاد السده صغيره فيها ثلاثه ديال الوليدات. عنده مكان واحد اللي كينعس فيه، المخرج غيوضعو في الصوره، وعنده مرحاض. الامل ديالو في الدنيا شانه شان اي مغربي، الا ان وقائع اخرى كتغير ليه الما هو اسوأ. قصه جد جد صعبه. تبعوا معايا مشاهدينا الكرام، في خضم الموضوع خالد متاثر نفسانيا بشكل كبير، غادي تبعوا معايا. وكذلك يتكلم على الخيانه ديال الزوجه اللي عنده معها علاقه وزواج 15 سنه وعندهم ثلاثه الوليدات. تبعوا معايا خالد. السلام عليكم. انت من تاونات؟ عاود لي من تاونات مين تزوجتي؟ يلا. السلام عليكم. بعدا انا تزوجت اخويا 15 عام ديال الزواج، تزوجت على عهد الله ورسوله كما كيتزوجوا المسلمين، يعني على سنه الاسلام. لينا اخويا تزوجت وليت تنخدم، انا المهنه ديالي خياط، تنجي نخيط في الدار البيضاء ونمشي عندها. جبتها لحيمولها رشيد، هزيت المراه جبتها لحيمولها رشيد، ما بغات تجلس معايا في حيمولها رشيد، قالت لي خصني نمشي للبلاد. انا ما فاهمش علاش غادي نمشي لهاد البلاد. مشيت رديتها للبلاد، جبتها للبرنوصي، قالت لي خصني نرجع للبلاد. كيعيط ليها باها تيقول لي ارجع للبلاد، اجي لهنا، ما بغيتي المدينه بزاف عليك وداك الشيء. والمهم انا ما عارف والو اخويا، نكذب عليك ما عارفش شي حاجه اللي جراني لذاك 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 الواد اللي باغيين هما يعيش تما، الله اعلم. هذا الشيء من يلاه تزوجت هذيك 15 عام كامله. بني تزوجت جيت خليتها تما، العطله كلها تدوزها 3 شهور كدوزها عند باها، انا ما عارف والو. الدراري مني كبروا ولاو يقراو، الدراري دوز ولو تكون عندها 3 ايام ديال العطله تهز الدراري وتهود عند باها. شحال ديال الوليدات عندك؟ عندي ثلاثه اخويا، ثلاثه بنيه وجوج ولاد. لا بنيه وجوج وليدات. فهمت يعني، انا حس بهم دابا، حس بي الله ونعم الوكيل على ديك الوليد. كمل معايا، قلتي لي كتمشي وكتجي. غنمشي وكتجي مزيان. شنو اللي غيوقع؟ شنو اللي غيغير لك وانت دابا الدموع في عينيك؟ عينك الله اللي عين بيك وصافي. هادشي نقول، كمل معايا، كمل معايا خويا. في الحجر الصحي طلعت، عيطت عليا واحد اختها، قالت لي جيب لي اختي دعوني في الاسبوع انا ولدت. ملي هبطتها لي اخويا، ملي انا طلعت للدار عندي وخليتها عند اختها في دار، في دار اختها ماشي في دار بها هذيك الساعه. انا هبطت، ملي هبطت من ليله الاسبوع هبطت انا دخلت عندها وبغيت نسلم عليهم بحال ما كان على العائله. هي ماطي لي جوج صبعان بحال ما هكا، اللي ماطت ليها جوج صبعان فقط لا غير، ماشي زعما شي حاجه. ملي تندور بحال وهي كتغمز وكتضحك، انا ملي تندور كنلقى هذوك اللي كنت مريح معاهم كتغمز عليا. قلت حس بي الله ونعم الوكيل، جمدت مع داك الشيء، عيطت على داك مصطفى مول السوا، قلت ليها ودي اخويا مصطفى هاد الناس علاش كيضحكوا عليا؟ فندخل القهوه كيضحكوا عليا، جالس معاهم في الطابله كيضحكوا عليا، ما فهمت والو. قال لي مسطين، واش الدوار كله مسطي؟ واش كله مسطي؟ المهم ما عليناش، دوز داك السبوع. المهم داك السبوع هي راه ولا سولت الدراري قالوا لي راه بابا راه ما كتباتش لداخل، باتها مع الزوافه ديال التليفون ما كيطفاش. كذبتها في واحد النادى. المهم ما عليناش، طلع ملي طلعت هبطت. الدراري شحال في عمرهم اللي يقدروا يعرفوا هادشي؟ كاين اللي فيهم كبير شويه. الدريه عندها 13 عام، عارفه هذيك السره والضره.
عرفها هي هنا مني كتبث هنا مع شي وحدين كنت خدام عامل ديالهم انا، كانوا عطيني الدار وساكن فيها وانا كنعس بالليل هما كيباتوا في سميتو كيباتوا معاها هي كتطلع عندهم الفوق. انا كنت نجي من الدار كنت نجي من الخدمه مع الساعه الصباح الفداش ما كنتش نلقاه سخون، كنقول لهم علاش تفيقوا بكري اش بينكم وبين، كتقول لك حنا كنفيقوا بكري وهما ما كيباتوش في الدار. هي واحد مرات خويا ما كانوش يباتوا خويا في الدار، كانوا يباتوا مع داك الدراري الفوق. وسولت الدريه قالت لي يا بابا راه طلعنا مؤخرا فاش فضحت الشيء ديال الفساد والدعاره. سولت الدريه قالت لي يا بابا راه باقي نعقل على واحد السيد راه تمايا، مشيت هزيت انا وياها هاد الايامات مشينا توقفنا عنده في المحل، صيفت تدخلت عنده هي للمحل، هي واحد السيد قالت لي هو هذا، هو هذا اللي كان كتثبت عنده. دويتي معاه؟ ها؟ لا ما دويتش معها، دويتش معها. واخا ملي اكتشفتي انت هاد الامور واجهتيها بهادشي؟ واجهتها اخويا، ما كدويش معايا. كدويش معايا. ما كدويش، ما كدويش. مق معايا في الادله القاطعه اللي عندك انت بانه هي كما وصفتيها انت. هادشي هذا كاين دليل، الا ما كانش، الا كاين اخويا. كاين في المقربين في العائله اللي قدرتي تمشي ولا اللي تما في ديك المدينه. ما كاينش اللي ينصفني في عائلتي. ماشي مساله ينصفك، اللي يعطيك يعطيك الحقيقه، شكون اللي شاهد من غير اولادها اخويا، اولادها هي، واخا هي سمحت فيهم، واخا اولادها هي عارفه اولاد من هما ولا اولادي انا ولا شي وحدين اخرين، انا ضميتهم عندي وجمعتهم وحسبي الله ونعم الوكيل، ما فرطتش فيهم. وانا كنبيع طيبو هاري كنطيب ونجيب ليهم ما ياكلو ومقريهم مصبتهم، ولا ما بغيتهمش يا خويا. مشيتيش للقانون؟ مشيت اخويا للقانون، ما نصفنيش القانون. علاش؟ اخويا الله اعلم، ما نصفنيش، ما نصفنيش. ونتمنى من السي النبوي يعطيني حقي، والسي الحموشي يرد يشوف ديك الملفات. واخا انا غادي نخرج الموضوع واحد اخر علاقه بهادشي. هاد المكازا صغيوره ودير فيها ديك السده كتطلع فيها ثلاثه ديال الدراري الفوق ساكنين تما الوليدات، وانت عندك هاد البليصه طيبو هادي، كيفاش كيمشيو للمدرسه، كيفاش كتوكلهم، كي كدير لهم، كي كتعيش وتهز المسؤوليه بوحدك؟ هذا هو اللي بغيت نفهم. هايز اخويا اللي ما هزو حتى واحد في قلبه في هاد الدنيا، سبحان الله. والله ما هزو شي واحد دابا الدراري تيجيو يبغي يمشي للمدرسه تيبوسني ولا شي حاجه تيجيب لي البكيه. الدغيه كتبغي تمشي للمدرسه كتبغي الصباح كنفيقهم مع الصباح، كنوض نصلي الفجر ونوض الا كاين شي ما ياكلو ونصيفطهم كيبوسوني كنبقى نبكي بوحدي انا في الماء. هي ما عمرها قلبت على الدراري تشوفو؟ قلت اخويا من النهار اللي خرجت. شحال دابا؟ هذه عام من 15 تسعود، عام وزيادة دابا باش خرجت، ما عمرها سولت فيهم لا فين كاينين الدراري ولا ميتين، ما سولتش فيهم شي واحد من شي عائلة، لا من عائلتي أنا ولا من عائلتها هي. هاد الدراري راه محسبيهم والله ونعم الوكيل. هذاك الحكم اللي تكلمتي عليه الدعوة، واش على التطليق ولا على علاش؟ ملي لقيتها خرجت، قال لك أسيدي أنا ملي خرجتها من الدار أنا لقيتها كدهن واحد الخبزة فيها السم، وراه داك السبيره باقيه عندي، داك السبيره اللي كتدهن منها داك الخبزه راه باقيه عندي. واش عرفتي انت فيها السم؟ الدري قال لي يا بابا راه جبت السم عند خاله، هما الهضره بيناتهم هو الدري صغير. انت الوليدات عزيز عليهم انت، كيعاودوا لك. عاودوا لي كل شيء، عاودوا لي كل شيء، عاودوا لي اللي تيجي عندهم كيف سيد عندهم السبت، وكيجي عندهم الحد، وكاين اللي كيجي كاينون اللي عندهم واحد البيت داير واحد عمهم في واحد الجنان شي داخل وشي خارج راك عارف من هذيك، وباها هو المصدر ديالها، باها هو المصدر ديالها ديال هادشي ديال الدعار. باها خرجها الطريق وخرجها ملي حسيت به، راه وقعت لي معاه فاش ماتت امها، فاش ماتت امها وقع لي معاه مشكل، وراه لقيت ولد عم ولد خالها ولد عمتها ناعس معاها على الفراش مع الفجر. لقيتي انت هادشي؟ انا لقيتو فاش ماتت امها. ودي القانون ديك الساعه وجيب البوليس. انا شكيت فيها اخويا، انا ما كانش فيا الشك ديال داكشي ديال الدعاره. ولكن تلقيتي ناس ناس حداها؟ كيفاش ناس حداها؟ ناس حداها اقسم بالله. واش دار كبيره هي ولا بيت ولا دار كبيره؟ بحال شي صاله مثلا؟ صاله، دايرين صاله، يعني كتكون العائله مجموعه، مجموعة. ما غيكون الشك. ما غاديش يكون، ما شكيتش، ما شكيتش فيها. يعني انا حسبي الله ونعم الوكيل الا شكيت فيها ديك الساعه، ما شكيتش فيها. انا تنقول اسره
محافظة وواحد يعني تنقول خوتها يعني تيبينوا ليا الدنيا فهمت، هما فرشي ليا بيض وانا ما عارفش راس البيض كاين البيض تحت. دابا دير شي شكايه اخرى نتاع الطلاق ولا شنو؟ انا درت هالشكايه ديال السم اللي كلات الدريه السم، والشكايه ديال العصابه. كيفاش الدريه على بنت كلاتو؟ كلاتو ها ولقات الشهاده الطبيه عندي، راه ضربت ليها ثلاثه الشوك باش تقيد داك السم. ها وي كاينه الورقه يعني هي سممت حتى بنتها، سممت بغات تسممني انا، وهما الدراري علموني من السم علموني. ولكن الدريه الا علمتك علاش غتاكل هي داك الشيء؟ هي ما عرفاش داك الحمص وداك الفول فيهم السم، يا ما طايبينش فهمت. دابا المشكل فين؟ هذه الدريه انت عرفات هي فيها السم تاكلاتو طاحت الدريه وحيدت لي فمها اللي بقى لي فمها حيدته لي. هادشي هنا ولا في تاونات؟ في تاونات ماشي هنا، هنا راه هادشي اللي مشكل، راه واقع لي في تاونات. راني هزيت اخويا بالليل قبل النهار، راه العصابه ثلاث ايام هما كيجيو ليا، وكنعيط للمقدم والناس ديال الدوار هما اللي كيعتقوني منهم، كيجيو ليا بالسيوفه والشواقر وهدوني في التليفون. راه ديكلاري بهم امام الدرك الملكي. دابا انت الدري النمره اللي كتهددني قال لي يا ولدي هذاك الدري الصغير، قال لي هذه ديال فلان. من موراها انت هزيتي الوليدات وجيتي لهنا؟ بقى تما غيقتلوني ولا غيقتلوها الدراري ولا غندير انا شي كارثه. المهم هذا الشيء اللي كاين، يعني ما غنصباش الا شفت انا ولدي مشى مات ولا بنتي وقع عليها شي حاجه. شحال عندك من عام؟ انا عندي 42 عام. والحمل دابا وثلاثه الوليدات كبيره علي. الحمد لله الامر لله. الله يفرج عليك يا ربي. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا، خليد يتحمل ما لم تتحمله الجبال في خضم الموضوع، هو يحكي القصه ونحن لا نصدر احكاما على احد، ولكن هو الخبر والقصه كيحكيها كيعلم بها الله عز وجل، وهذاك الشيء اللي عاشه وليداته. اذا تبين عكس هذا الكلام فنحن راه الاشاره للطرف الثاني، الجواب والتعقيب. الشق الانساني من اولوياتنا، هذا المحل وهذا السقف ثلاثه الوليدات القمه في المعاناه. كنطلب الله عز وجل كل من ساعد هذه الوليدات أجر محسوم عند الله. غادي نوضع رقم الهاتف ديال خالد، والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. مشاهدينا الكرام سوف أبقى متتبع الملف ديال خالد وسوف أوافيكم دائما بالجديد. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.